يا الله يا فتاح، بالفتح جدلنا وبالحق حققنا، ولا تبقي مانحا. بفضل الله وكرمه أنهينا فصلين هامين من فصول الصلاة في مختصر سيد خليل رحمه الله ورضي عنه. الفصل الأول متعلق بأوقات الصلاة وما يتبعها، والفصل الثاني متعلق بالآذان والإقامة وما يتعلق بهما كذلك. وكنا عند نهايتنا من الفصل الأول أعدناه بطريقة سريعة على شكل مراجعة ومسح عام للمعلومات وتثبيتها. كذلك بعدما أنهينا في المجلس السابق فصل الآذان والإقامة، نعيده إن شاء الله تعالى الآن ونمر عليه من أوله إلى آخره مرة كريمة، ويكون كل هذا تثبيتا لهذه المعارف. قال المصنف رحمه الله ورضي عنه: فصل. سن الآذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو جمعة. قلنا هو فرض في المساجد ولو تلاصقت، كل مسجد يؤذن ولو تلاصقت المساجد. حكم الآذان أنه سنة، أما في المساجد فلو كان تلاصقت المساجد وجب على كل مسجد أن يؤذن. قال: فصل. سن الآذان لجماعة طلبت غيرها. إذن تتحقق السنية إذا طلبت الجماعة غيرها، فإن لم تطلب غيرها فلا يشرع الآذان إلا في السفر كما سيأتي. في فرض وقتي، أخذ منه أن لا آذان على الصلوات غير المفروضة، النوافل، العيدين، تراويح، استسقاء ونحو ذلك لا يؤذن لها، لأنها ليس لها وقت محدد، ولأن الآذان متعلق بالصلوات المفروضة. فرض وقتي، أي أن إذا خرج الوقت الضروري للصلاة، اختياري والضروري، إذا خرج لا يؤذن للصلاة الفائتة أبدا. قال: ولو جمعة. فيه إشارة إلى أن بعض فقهائنا المالكية قالوا: عندنا قول في المذهب يقول بأن الآذان الثاني الذي يصعد، الذي يؤذن له حينما يصعد الإمام على المنبر، وهو الآذان الذي كان يؤذن في زمن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا قول بأن هذا الآذان فرض، مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. غير أن الراجح عندنا أنه سنة كباقي الآذانات السابقة، وأشير بلو إلى خلاف مذهبي، فقال: ولو جمعة، يعني حتى الجمعة، وهو الحكم عندنا أنه سنة وليس فرض. ثم قال: وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم. أخبر أن ألفاظ الآذان مثنات، الله أكبر الله أكبر، اثنين فقط وليس أربعة، والباقي كله اثنين اثنين وليست أربعة. الصلاة خير من النوم التي قال سيدنا بلال وصدقه سيد وجود عليه الصلاة والسلام، كذلك هي مثنات. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. أي من السنة عندنا أن يرجع المؤذن الشهادتين بعد أن ينطق بهما بصوت منخفض، يعيدهما بصوت مرتفع بنفس الرفع الذي استفتح به الآذان الله أكبر، والذي سيختم به بعد ذلك. وهو مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا، يعني في الشهادتين. مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لك سلام، وبنى ما لم يطل. في قوله مجزوم أخبر أن أواخر الآذان مبنية، أي مجزومة الأواخر، لا يقال الله أكبر، إنما يقال الله أكبر، لا يقال حي على الصلاة، بل يقال حي على الصلاة، هذا معنى مجزوم الأواخر. بلا فصل، أي لا يجوز الفصل بين جمل الآذان بشيء إطلاقا، ولو حتى بمجرد إشارة لمن سلم بالإشارة، ولو بإشارة. وبنى ما لم يطل، فإذا اضطر إلى الفصل لأمر ضروري وفصل ينظر في ذلك الفاصل، فإن كان قليلا جدا ليس له ما يؤثر يقال له ابني عليه، ابني على الآذان السابق،
يعني أذنت بالتكبير والشهادتين ثم ذهبت خطوتين أو ثلاث ثم رجعت، واصل أذانك ولا تعده من الأول. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير. أخبر هنا عن أول شرط من شروط صحة الأذان وهو دخول الوقت، فلا يجوز ولا يصح الأذان، باطل إن أذن المؤذن قبل دخول الوقت، لأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. إلا صلاة الصبح يجوز أن يؤذن لها في سدس الليل الأخير لا قبله. ومعنى هذا أنه إن لم يعد أذان الصبح عند دخول وقتها وهو طلوع الفجر فلا شيء ولا حرج، يعني يمكن أن يكتفى بالأذان الأول، يمكن، لكن لا، لأجل أن يستعد الناس للصلاة يؤذن الأذان الأول ويزاد معه الأذان الثاني عند طلوع الفجر. ثم قال: وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ. أخبر عن باقي شروط صحة الأذان، فقال بعد أن قال دخول الوقت كأنه ذكر خمسة شروط: دخول الوقت، الإسلام فلا يصح من كافر، العقل فلا يصح من مجنون، الذكورة فلا يصح من امرأة، والبلوغ فلا يصح من صبي. وقلنا في السابق أن الشرط الخامس هذا ليس على إطلاقه، ولذا فالشروط أربعة. أما البلوغ فليس شرطا في صحة الأذان، فإذا أذن الصبي المميز معتمدا على المؤقتة أو معتمدا على بالغ عاقل يخبره بدخول الوقت وهو صغير 10 سنوات 12 سنة ونحو ذلك صح أذانه.